في كلمته بحفل تكريم الأوائل بكليات جامعة الأزهر قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إنه لا يزال أبناء الأزهر يحملون على عاتقهم مهام الدعوة إلى الإخاء والتعايش ويسعون في الشرق والغرب لنشر رسالة السلام. لا يزال هؤلاء الأزهريون يحملون على عواتقهم مهام الدعوة إلى المؤاخاة وإلى التعايش والاحترام المتبادل، ويسعون في الشرق والغرب برسالة السلام بين الناس. وقد تعرف كثير من رجالات الدين والفكر في الغرب على رسالتهم، ولقيت من نفوسهم تقديرا فاضت به رسائلهم الرزينة المتزنة التي أرسلوا بها إلى الأزهر الشريف، وكانت رسائل تتسم بالعقلانية والمنطق والاتزان بقدر ما تتنزه عن السفسطة والمغالطات.